الحمد لله رب العالمين. قصة ذا القرنين، قصة ذا القرنين، العدل أساس الملك. شينم عدل لشما فرتدون كرميو، ومن أعظم الملوك العادلين على مر التاريخ. سرميا كمبو أدلو تاريخ كم ذو قذنا ذو القرنين بيجي، وسمي بذلك ذو القرنين شابوت لأنه شبالغ شين ذي أقصى الأرض تنترم تدي شرقا وغربا قديا فتيا تشد داني تولوس قديا فتيا سمسول دي زنازي وملك ما بينه وما وكتير دانا سمزوا شما ميرو سنتي. وقال يسر الله تعالى كما لي شرق كسكزينا أسباب له شرق أسباب القوة سوى دنيا والملك كنغنتي كرمية سمزوا فاستثمرها وأخذ بها. قال تعالى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا جينو. وهذا أرد درس درس في الأخذ بالأسباب سودا كنتا مع التوكل على الله تعالى على التوكل تنربتون. قال النبي صلى الله عليه وسلم براندينو لمن كم سأله عن ناقته كلمة درشا صورنا اعتقلها وتوكل ندمنمي على التوكل جينو. وقد رحل شيلي جي ذو القرنين دي إلى أقصى الغرب فتياي تشنشرم دانو تل لجي إلى شاطئ المحيط، شاطئ المحيط ناتل لذي لذنان. فوجد قوما كفارا أملاكر دياتون رشي فخيره الله فيهم كما يشاء كارزة سرندن فحكم بالعدل كتن ذا نم أدل والحكمة حكمة لن كتن ذا شنوتو. قال أونو قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. قال أدين وقد رحل ذو القرنين ثم رحل إلى أقصى المشرق جواف جريا تطل ليونو فوجد تشوند قوما متخلفين ليس لهم بيوت تقيهم من الشمس أم لا فانزرون سنديا كوسلا ستكين وبا. قال تعالى حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. وهكذا آتاه الله من القوة والعلم أري مشرق من يشر الدنوا علم وشنا ما بلغ به المشرق والمغرب شلا فرق قديا فتيار نظيم. قال تعالى وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم صار الى مكان بين جبلين شيلي انا كتل عندك كوائن دين قوم قليل الحيلة والعلم ام لا زور دوري قنا حيلة ذا دوري با عرضوا عليه المال شرو لمن تشلو ليبني لهم سدا سنديرو غارو غرز يحميهم من خطر قبيلتي يأجوج ومأجوج سنديا تجرو دنو يأجوج ومأجوج ادرو سورين ما تجعل بينهم وبين تجعل بيننا وبينهم سدا. فرفض المال لاستغنائه عنه ذا القرنين دي لمن دامو دوانو لمن دين براتنا ننقدرو. وطلب منهم أن يساعدوه في بناء السد سندين أو مدنا على شابنا ذا سنديرو ندا فايدين قرد سدين ما عليه كلان شابنا ذا بقطع الحديد كشوا كمزة. فلما ساوى سور الحديد ما بين الجبلين صب عليه النحاس المذاب سادة شو دا قارو دا نجي قرد تزنن ككل زنن دا كتدر شو فادر فيجو. وبذلك حمي القوم من يأجوج ومأجوج دا ألن أمسر يتوري يأجوج ومأجوج لن. قال تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة وسيبقى هذا السد وسيبقى هذا السد سد دون ذو القرنين سنما أرقبتن إلى قبيل قيام الساعة ليرا واتدي الكرنقر حتى يأذن الله تعالى بسقوطه حركة من إذن تشن قارو شمر سكرور وخروج يأجوج ومأجوج يأجوج ومأجوج اللي يدرك من إذن تشن على الناس أمسر. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا والحمد لله رب العالمين.